بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة العالمين. دعاء أوزكم لك أن تسميه كما تشاء، علمه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلمنا خلق الإيثار، وأن ننسى أنفسنا وندعو لإخواننا المؤمنين بظهر الغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، والحديث حسنه الإمام الألباني وصححه الهيثمي، قال عنه سنده جيد: من قال أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات وكتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. لكن إذا دعوت بظهر الغيب إلى فلان، قلت اللهم اغفر لأخي فلان، أنت لست مضطرا أن تفعل ذلك، أنت أحسنت إليه، طلبت من ربنا يغفر له وتركت نفسك، استقطعت جزءا من وقتك له وتركت نفسك، قلت اللهم اغفر له، مش أقل من أن أعطيك الله حسنة، والحسنة بعشرة، ويضاعف الله لمن يشاء. طب لو أنت قلت دعاء جامعا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، مخلصا للنية محتسما للأجر، وأعمال بلا نية أعمال بهيمية كما قال العلماء. ابن القيم يقول يعني نية المرء أو نية المؤمن خير من عمله. فأنت لو قلت مخلصا للنية محتسما للأجر، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين، اللهم اغفر للمؤمنات الأحياء منهم والأموات 10 مرات مثلا على سبيل المثال، ولا أحدد عددا، ولكن كل على قدر طاقته بعد الصلاة. اللهم اغفر للمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنات الأحياء منهم والأموات من لدن آدم حتى تقوم الساعة. اللهم اغفر للمؤمنات 10 مرات، كم حسن ستحصلها؟ يبقى اللهم اغفر للمؤمنات في الآن 1.5 مليار مسلم على وجه الأرض، ربما 1 مليار وأكثر، وثمانية من عشرة، خليها 1.5 مليار، يبقى هتاخد 1.5 مليار حسنة. الحسنة بعشرة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، سورة الأنعام. يبقى 15 مليار حسنة. طيب أنت قلت 10 مرات، يبقى 150 مليار حسنة. طيب 150 مليار حسنة، أهم حاجة النية، قلت 150 مليار حسنة، هتقوله 5 مرات بعد كل صلاة، هيبقى 750 مليار حسنة. طب لو أنت قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من لدن آدم حتى تقوم الساعة، أي من عند آدم حتى تقوم الساعة، أصبت كل المؤمنين على وجه الأرض حتى تقوم الساعة، يبقى سيتضاعف الثواب أضعافا كثيرة، بدل ما يبقوا 750 يبقوا 2000 أو 3000 مليار حسنة، يعني واحد وجنبها 12 صفر، يعني مليون مليون، ثواب عظيم جدا، فضلا عن كم عظيم جدا من المغفرة. لأن من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وكل الله له ملكا، أو من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكا يقول له ولك بمثل ولك بمثل. فملك الحسنات على الكتف الأيمن يسمعك ويكتب كل ما تقول، فيقول لك بمثل ولك بمثل ولك بمثل، ودعاء الملك لك أفضل من دعائك لنفسك، وتحصل ثواب عظيم جدا أيضا، كما عظيم جدا من المغفرة، ولن يكون العبد أكرم من ربه. زي ما انت بتدعو لاخيك المؤمن ظهر الغيب، يبقى ربنا يغفر لك قبل ما يغفر لك. فلنكتب لكم الحديث تحت الفيديو، انسخوه وانشروه، نشر هذا العلم في صوم عظيم، من علم علما فلا اجر من عمل به يوم القيامه، لا ينقذ ذلك ويقول مش ايام تشوش فعل الجرس والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد، وتساعدوني على نشر السنه النبويه، هذا اولى من الاشتراك في قنوات الله والعبث والفساد التي تملا قنوات اليوتيوب. اقول قولي هذا، استغفر الله منكم.